السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله نحاول نشوفه اتصال دالة على مجال. إذا نبدأ بالشكل الأول. في هذا الشكل هذا عندنا المنحنى ما فيش تقطع، يعني المنحنى متصل على بشكل عام على المجال أو على المجموعة R. في المنحنى الثاني عندنا واحد تقطع، عندنا جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني، وعندنا المنحنى فيه تقطع في النقطة صفر صفر. إذن في هذه الحالة كنقول بأن هذه الدالة هذه راه متصلة على المجال ناقص لا نهاية حتى الصفر، إذن الصفر ما داخلش، اتحاد صفر زائد لا نهاية. في الحالة الثالثة عندنا واحد المستقيم، ما عندناش تقطع في هذا المستقيم هذا، إذن بسهولة كنقول بأن هذه الدالة هذه متصلة على R. إذن ناخذ التعريف، تكون F متصلة على المجال المفتوح AB إذا كانت F متصلة في كل عنصر من المجال AB، يعني في كل نقطة من النقط التي تنتمي إلى المجال AB. تكون F متصلة على مجال مغلق إذا كانت F متصلة على المجال المفتوح AB ومتصلة على اليمين في A وعلى اليسار في B. إذن بشكل عام لتكون F وG دالتين متصلتين على مجال E وكعدد حقيقي. إذن المجموع ديال F زائد G والجداء ديالهم وكذلك K في F فهي دوال متصلة على مجال E. هنا يمكن لنضيف حتى F ناقص G حتى هي كذلك دالة متصلة على المجال E. إذا كانت جي لا تنعدم على اي فإن الدالتين واحد على جي وإف على جي متصلتين على المجال اي. إذا بالنسبة لاتصال دالة على مجال فإحنا ما غاديش نبقى ندرس كل نقطة من نقاط المجال لأن كل مجال فيه عدد غير منتهي من النقاط. إذا بشكل عام إحنا كناخذ واحد المجموعة من القواعد. إذا كل دالة حدودية متصلة على R. ما معنى دالة حدودية؟ هي الدالة اللي كتكتب على شكل مثلا f دو x على شكل a x أس n a n زائد b n ولا a n ناقص واحد x n ناقص واحد حتى واحد العدد حتى a زيرو. ناخدو أمثلة x مثلا أس 3 زائد 3 x هذه دالة حدودية. الدالة الحدودية بطبيعة الحال ما غنلقاش فيها الجذر ديال إكس، دونك هادي ماشي دالة حدودية، وما غنلقاش فيها واحد على إكس أو إكس كاري، إذن هادي ماشي دالة حدودية. إذن كل دالة حدودية فهي متصلة على R. كل دالة جذرية متصلة على مجموعة تعريفها. ما معنى دالة جذرية؟ دالة جذرية هي اللي كتكون مكتوبة على شكل حدودية على حدودية. مثلا عندنا جد اكس كتساوي لنا اكس مربع زائد واحد على اكس ناقص واحد. اذا هذه مكتوبه على شكل حدوديه من الدرجه الثانيه على حدوديه من الدرجه الاولى، وبالتالي هذه داله جذريه، اذا متصله على مجموعه تعريفها. الداله جذر اكس متصله على ار بلس اي على مجموعه تعريفها كذلك. الداله سينوس اكس وكوس اكس متصلتان على ار اي على مجموعه تعريفها. والدالة تانجونت متصلة على مجموعة تعريفها اللي هي R موان P سور 2 بلس كاب. إذن نحاولو ناخدو أمثلة تطبيقية. إذن بين أن F متصلة على E في كل حالة من الحالات الآتية. في الحالة الأولى عندنا F واحد ديال X كتساوي X مربع زائد 3 X، غادي نحاول نبين أنها متصلة على R. إذن غادي نشوف هنا F هي عبارة عن دالة حدودية. إذا F دالة حدودية، ما معنى هذا؟ معنى إذا F متصلة على R بكل بساطة. في الحالة الثانية غادي نبينو بأن F متصلة على واحد زائد لا نهاية. إذا أول حالة كنشوف هنا الدالة F جوج هي عبارة عن دالة جذرية أي حدودية على حدودية، إذا كنحددو مجموعة التعريف ديالها.
إذا مجموعة التعريف df دو هي إكس كتنساهمي الآر، بحيث المقام داكشي اللي كاين في المقام خصو يخالف الصفر، أي إكس يخالف واحد، أي أن df دو هي آر ناقص واحد. ممكن نكتبها على شكل مجالات، هي ناقص لا نهاية واحد اتحاد المجال واحد زائد لا نهاية. شنو كيعني هذا؟ إذا f دالة جذرية، إذا متصلة على مجموعة تعريفها، أي متصلة على ناقص لا نهاية صفر أو ناقص لا نهاية واحد إحاد واحد زائد لا نهاية. في السؤال طلبوا مني نبين أنها متصلة على واحد زائد لا نهاية، أي على هذا الجزء هذا فقط. إذا مادام متصلة على هذا المجال، على اتحاد المجالين، إذا وبالتالي فهي متصلة على واحد زائد لا نهاية. الحالة الثالثة عندنا f ثلاثة x كتساوي جذر x عامل x مربع زائد واحد. إذا هاد الدالة هادي مكتوبة على شكل جداء ديال دالتين. إذا غنشوف كل دالة، نوصل الاتصال ديال كل دالة على حدة، ومن بعد نشوف الجداء ديالو. إذا نبداو بالدالة الأولى. إذا الدالة x جذر x هي متصلة على مجموعة تعريفها، ومجموعة تعريفها هي r بلس. إذا هذه متصلة على r بلس اللي هي المجال 0 بلس لانفيني. الدالة الثانية هي الدالة x مربع زائد واحد، أي هاد الدالة هادي. إذا هادي دالة متصلة على r، لأنها دالة حدودية، لأنها حدودية. حنا كنحتاجو كنقلبو على الاتصال على صفر بلس لانفيني، كنقول على r وبالخصوص على صفر بلس لانفيني. إذا الجداء ديالهم، إذا x اللي هي جذر x عامل x مربع زائد واحد متصلة على المجال صفر بلس لانفين. الدالة f 4 كتساوي لنا جذر x زائد واحد على x مربع، غادي ندرسو الاتصال ديالها في صفر بلس لانفين. إذا كنعرفو الدالة جذر x متصلة على صفر بلس لانفيني، أي متصلة على صفر بلس لانفيني، لأن هذا المجال صفر بلس لانفيني المجال المفتوح، فهو ضمن المجال المغلوق من جهة الصفر صفر بلس لانفيني. وعندنا هاد الدالة هادي واحد على x مربع هي دالة جذرية، أي متصلة على حيز تعريفها، وحيز التعريف ديالها عندنا x في المقام x تخالف الصفر، إذا متصلة على ناقص لا نهاية صفر اتحاد صفر زائد لا نهاية. أي كناخدو فقط المجال اللي عندي به الغرض، أي على الصفر، أي متصلة على صفر زائد لا نهاية. إذا المجموع ديالهم، المجموع ديالهم جذر x زائد واحد على x مربع، أي هاد الدالة هادي وهي متصلة على المجال صفر بلس لانفين. آخر حالة عندنا f 4 كتساوي لنا سين x زائد x كاري زائد واحد. إذا بنفس الطريقة عندنا سين x متصلة على r، وعندي كذلك x مربع زائد واحد متصلة على r. لماذا؟ لأنها دالة حدودية، إذا لأنها دالة حدودية. إذا المجموع ديال دالتين حدوديتين، أو المجموع ديال دالتين متصلتين على مجال، فهو دالة متصلة على نفس المجال. إذا الدالة سينوس إكس
زائد إكس مربع زائد واحد متصلة على R.